ودرب به بالعلم الخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران على إمام المتقين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة مع برنامجكم المتجدد مع دار الإفتاء، الذي يأتيكم مساء كل جمعة ما بين الساعة 5 والساعة 6 مساء. يسعدنا أن تتواصلوا معنا على أرقام هواتف البرنامج 021-33-47-401 021-33-47-402 021-33-47-403. وهذه الأرقام تظهر أمامكم على الشاشة. كذلك بإمكانكم التواصل معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة البرنامج. نعم، نبدأ على بركة الله تعالى بالإجابة على الأسئلة التي وردتنا على صفحة البرنامج. أولها، السؤال الأول يقول: السلام عليكم، أولا أشكركم على برنامجكم وأسأل الله أن يكون في ميزان حسناتكم، اللهم آمين. ثانيا يقول: لدي 3 أسئلة لو تكرمتم. السؤال الأول: هل الشراء بالبطاقة المصرفية مع زيادة النسبة عن ثمنها كاش حلال أم حرام؟ الجواب بحمد الله تعالى: لا بأس بالزيادة حال الشراء بالبطاقة المصرفية أو بالشيك، لا بأس بذلك، لأن القاعدة تقول للأجل حصة من الثمن. الآن أنا لما بنشري حاجة مثلا بالكاش بالحاضر كما نقول نحن، مثلا كم سعرها؟ يقولي 10 دينار. لو أقول له مثلا سأسدد لك بعد شهر، فيقول لا، 10 لا تكفي، أريد مثلا 13 دينارا. فهنا البطاقة المصرفية اللي هي يعني تخصم، والشيك هو أصبح الآن من قبيل الأجل في بلادنا. لماذا؟ لأن السيولة غير متوفرة. هذا الذي أخذ منك صكا مصدقا أو أخذ منك عن طريق البطاقة لن يتحصل على السيولة بسهولة، وبالتالي لا بأس بذلك. وهذا سؤال يكثر عند الناس: ما حكم تغير السعر لو اشتريت بالحاضر مثلا بمية ولو اشتريت بالشيك ب150؟ ومثل الشيك في هذا الأمر البطاقة المصرفية اللي هي بطاقة السحب الآلي، فهذا لا بأس به، بشرط أن يتفق كل من البائع والمشتري ابتداء يعني بما سيشتريان، هل بالنقد أم بالصك المصدق. اتفق على النقد خلاص يدفع له النقد اللي هو العاجل الآن، اتفق على الصك المصدق يتفقان على السعر ويتمان هذه الصفقة، فهذا الأمر لا بأس به. الزيادة على الثمن الأصلي نظيرة الدفع عن طريق الصك بكل أنواعه، سواء كان مصدقا أو عاديا أو عن طريق البطاقة، ما دام الثمن معلوما وهذا لا ربا فيه. بعض الناس يظن أن فيه ربا، كلا، مسألة الربا ليست داخلة في مثل هذه الصور. هذا عفوا السؤال الأول. يقول في السؤال الثاني: هل شراء الدولار بشيك بأكثر من ثمنه بالسوق حلال أم حرام؟ هذه المسألة، وهي مسألة حكم شراء الدولار بالشيك، مما اختلف فيها العلماء الآن في بلادنا. المجامع الفقهية تفتي بجواز الشراء تبادل العملات، أو نعم المصارفة بين العملات عن طريق الشيك المصدق، عندهم جائزة. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أخذ الصك المصدق قبضا حكميا، لأن احنا نعلم أن شراء دولار بليبي أو شراء مثلا
ليبي بمصري، ليبي بيورو، هذا يسموا فيه الفقهاء يسمونه صرفا، هو المبادلة بين عملتين. فهذا يشترط فيه أن يكون يدا بيد، تسلم الدولار باليمنى مثلا في نفس اللحظة تستلم العملة الثانية. فهنا طبعا مسألة شراء الدولار بالشيك، إذن هو شراء دولار بعملة ليبية، غاية الأمر أن العملة الليبية السيولة غير موجودة، فهو بيدفع مكانها شيك. طبعا الآن بعض مشايخ دار الإفتاء وعلى رأسهم فضيلة المفتي يفتون بجواز شراء الدولار بالشيك ويقولون لا بأس بذلك، بشرط أن توجد مسألة القبض، وهي مسألة في القبض في المجلس، أي يدا بيد. يعني مثلا واحد يريد أن يشتري دولارا بالشيك المصدق، يسلم الشيك المصدق وفي نفس اللحظة يستلم الدولار. نعم، معنا سؤال، معنا اتصال. نعم، أبو بكر من تاجوراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو بكر. حياك الله يا شيخ. حياكم وبياكم، أهلا وسهلا بك، تفضل. بالله عندي سؤال عن المحلات الضمان بتاع المواد الغذاء اللي يبيعوا في الخضار وكذا على الطرقات. نعم. اللي مستحوذين زي ما نقول على ملك الدولة، هم مديرين على الطريق، مديرين براكة وكذا، هل يجوز الشراء منهم مساعدات جايز نشتري منهم أو لا؟ هؤلاء الذين يبيعون على الطرقات، يعني أنت تتكلم عنه يبيعوا على الأرصفة العامة غير مملوكة لأحد. أيوة، ملك الدولة هي، يجي في جزيرة يدير محل ويسكر به الطريق. تمام تمام، تسمع الجواب إن شاء الله. نعم، معنا صالح من العربان، تفضل يا صالح. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أسمعك يا صالح، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أعد الاتصال يا صالح، يبدو أنك لا تسمعني. نعم، إذن مسألة شراء الدولار، شراء الدولار بالشيك كما أسلفت، من أهل العلم من في بلادنا من توقف فيه نظرا لأن الشيك يعني أو مسألة القبض الحكمي في بلادنا الآن صعبة باعتبار أن السيولة غير موجودة، فكأنه لم يقبض مالا. وقلنا من أهل العلم ومن مشايخ دار الإفتاء من يجيز شراء الدولار بشيك، بل يجب، لكن يجب على الناس التركيز على مسألة مهمة، وهي المفصل في هذه المسألة، وهي أن يكون يدا بيد، تسلم الشيك وتستلم الدولار في نفس اللحظة، تسلم أو تسلم الدولار وتتسلم الشيك في نفس اللحظة، هذا على قولي كما أسلفت من يجيزه. نعم، معنا اتصال عز الدين من طرابلس، تفضل يا عز الدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نفس الموضوع اللي تحدث فيه تو، بيع البطاقة. نعم، البطاقة هذه تاع الدولار. إيه، حكم بيع بطاقة الدولار. حكمها. تمام، تسمع الجواب يا صالح يا عز الدين إن شاء الله. من معنا؟ عبد الرحمن من مسلات، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عندنا في السؤال في واحد في ثلاث جمعات مفلشين. في واحد ماذا؟ ثلاث جمعات مفلشين. والله ما سمعت كويس عبد الرحمن، خيرة؟ جمعة ثلاث مرات ماشي تصلي بها. جرعة؟ ايه، ثلاث ايام ثلاث مرات بقولي ماشي تصلي. ترك ثلاث جمعات يعني؟ ايه، ترك ثلاث جمعات. طيب، ما حكمه انت تقصد؟ ما حكمه؟ ايه، ما حكمه الشيخ؟ تسمع الجواب ان شاء الله. معنا محمد من ترهونة، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا شيخ، عنا خير بالله. تفضل يا سيد محمد. شيخ، مسألة الدعاء على الميت بعد صلاة الجنازة، يتف الإمام المصلون يدعو على الميت. هو يدعون له ولا يدعون عليه؟ يدعون له. ايه. نعم، الدعاء للميت جماعة بعد يعني بعد الصلاة عليه. ايوه، بعد الصلاة عليه. شيخ لنا في يعني إنكار شديد عليهم لما يدعوا في فئة معينة، تعرف أنت شيخ، تنكر بشدة عليهم وربما يسحبوا في الجثمان سحب من بين يديهم يعني.
تمام. فشيخ ما الدليل بالضبط في المثل هذا؟ والله تسمع الجواب إن شاء الله بإذن الله. معنا خيرية من طرابلس. نعم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة كيف الله. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا بك، تفضلي. إن شاء الله ربي يبارك فيك وإن شاء الله في ميزان حسناتك. آمين يا رب العالمين، تفضلي. أنا عندي سؤال بنسأله، عندي خوي عنده ولد يبيع في الدولارات. إيه. وتوا هو عنده البطاقة هذه نتاع 400. إيه. يقدر يعطي لي ولده البطاقة وولده يعطيه ال 400 دولار وبعث لي هو يبيعهم عادي؟ يعني الأب يبيع البطاقة لابنه؟ أيوة، ولده بياخذها منه وبيعطيه ال 400 دولار. إيه تمام، إذا تسمعين الجواب إن شاء الله، وهي مسألة بيع البطاقة. بارك الله فيك. نعم. إيمان من مسلاتة، تفضل يا إيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير، عندنا سؤال شيخ من فضلك. تفضلي. بالله نبي نسأل على شراء من بعض المحلات مواد غذائية أو المحلات الأخرى مثلا بالشيك أو بالبطاقة المصرفية. نعم. طبعا بياخذوا عليها نسبة معينة، يعني بياخذوا عليها زي ما نقولوا على 125. شو الحكم على هذه يعني بالنسبة لنحكي؟ أنت يا إيمان ما سمعتيناش في بداية الحلقة، احنا تكلمنا عليها المسألة دي، لكن نعيد إن شاء الله نتكلم عليها. حاضر بإذن الله. بإذن الله. تسمعين الله الجواب إن شاء الله. إذا نبدأ، من معنا؟ جلال طرابلس، تفضل يا جلال. أخي الشيخ، أنا عندي أخي مريض مرض عقلي وموجود بالمستشفى، يعني ما صح. خير أخوك، ما به؟ مرض عقلي. مرض عقلي به؟ نعم. نعم. ما حكم يعني بقائه بالمستشفى؟ يعني ادفع عليه وكل شيء ولكن لا اخرجه لكي يؤذي الناس يا شيخ. هو العقل مش موجوده؟ ايه نعم. تمام، انت تبي وانت يعني انت في تسال ما حكم ابقائه في المستشفى وما يعني وعدم اخراجه نظرا لانه يؤذي الناس؟ نعم. تمام، تسمع الجواب ان شاء الله. تسمع سيد جلال. معنا حكيم من طرابلس. نعم، تفضل يا حكيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله ينورك يا شيخ، إن شاء الله أنت وزملائنا معك. نعم. وكل حبايبنا وكل الناس الطيبة وعلمائنا وشيوخنا، وربي يحفظكم بحفظ التام بعين الله الذي لا تنام وبملائكة الرحمن إن شاء الله يا رب العالمين. أجمعين يا رب العالمين، تفضل سيد حكيم. الله يحفظك إن شاء الله، يزيد فضلك إن شاء الله. بالنسبة للموضوع أنا يا شيخ نديك تعليق. احنا الجمعة هي الربانية اللي نستنوا فيها ننذر للنبي عليه الصلاة والسلام، المفروض يحلو فينا القلوب ويحلو فينا الهمم ويزيد ينورونا وهي في اسبوع مرة. وإذا بها يا شيخ اليوم والله ما متحصرم شوية، لأن الإنسان سبحان الله يحكي لنا عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول أنا نتمنى أنا حتى الجوار بنتاع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أنت يا حكيم بعد إذنك بس نبي اختصار للسؤال بالضبط لأن وقت البرنامج ضيق. اختصار السؤال. نعم. السؤال شيخ، السؤال نبي الجمعة مفروض يحيونا القلوب مثلا في تمام الموت في عذاب القبر، كيف احنا عايشين، كيف احنا عايشين من ماكلة من أجل الدولار من أجل المعيشة هذه اللي عليها الدنيا زايلين منها. وصلت الفكرة سيد حكيم. نعم. وربنا أجمعين عليكم. وصلت فكرتك، بارك الله فيك. تسمع إن شاء الله تعليق على هذا الأمر. إذا نبدأ في الإجابة على الأسئلة. إذا احنا جاوبنا على أسئلة، بعض من الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق صفحة البرنامج. السؤال الأول، الأسئلة المباشرة، السيد أبو بكر من تجورة يقول: ما حكم الشراء من الذين يبيعون على الأرصفة؟ نعم، الأرصفة هذه لا تخلو، أو يبيعون على الطرقات بصفة عامة. الطرقات إذا كانت ملكا للناس، واحد يبيع مثلا على الطريق قريب من الطريق والمكان اللي يبيع فيه ملك لأحد من الناس، لا يجوز له بحال أن يضع بضاعته في أرض غيره إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والحديث صحيح. نعم. أما إذا كانت هذه في ملكا للدولة، كما هو الحال الآن في أغلب المدن، للأسف أصبح الناس الآن يعني يعرضون الخضروات والبضائع وغيرها، أحيانا زي ما قال المتصل يجي لجردينة يأتي إلى رصيف كذا، فهنا نقول المسألة ترجع إلى القانون
الذي وضعته الدولة في هذا الأمر، وهذه مهمة الحرس البلدي. هل يجيز القانون أن يبيع أن يضع مثلا صاحب البضائع هذا أو صاحب الخضروات أن يضع بضاعته في هذا المكان إذا كانت الدولة تسمح بهذا الأمر وتركت لهم هذا المكان؟ والله لا بأس أنه يعرض بضاعته للبيع، ولا بأس أنك أنت تشتري منه. أما إذا كان يتعدون عليه أمكنة يعني لم تجعلها البلدية ولا الدولة ولا كذا لم تجعلها لهذا الأمر، زي مثلا الجردينة هذه حديقة متنفس للناس، لما نصبح نبيع فيها وأخذ مساحة أمنع الناس من الجلوس فيها، أو بعضهم يضيق على الطرقات نفسها، وهذه ما أكثرها خاصة في محلات المواد المنزلية وغيرها، يضع السلع هذه الثلاجات والغازات وكذا على الرصيف مباشرة ويضيق، هذا طبعا لا يجوز. فهذه المسألة ترجع إلى القانون، إذا كان القانون يمنع هذا الأمر، المكان هذا الذي وضع التاجر فيه بضاعته ممنوع، لو كان في دولة وفي حرس بلدي يمنع، فهذا أنا لا أعينه ولا أشتري منه. لماذا؟ لأنني لما نشتري منه أعينه على الاستمرار في هذا المكان، وهو يؤذي الناس في هذا المكان، إما لأنها طريق للمرور أو لأنه يضيق على السيارات أو لأنه محل الجلوس. أما إذا كان في مكان بعيد عن الطريق، جرت العادة بأن الدولة لا تمنع من يعرض بضاعته فيه، فهذا لا بأس بالشراء منه. فالمسألة ترجع إلى إذا كان ابتداء يجوز له البيع في هذا المكان لا بأس بالشراء منه، إذا كان لا يجوز ويعني يتضح أن هذا المكان فيه تضييق على الناس فأنا لا أعينه بالشراء منه، والله أعلم. عندنا السيد عز الدين من طرابلس، السؤال الثاني يقول: ما حكم بيع بطاقة الدولار؟ هذه حقيقة من المسائل المتكررة جدا، الذي يعني يسأل الناس عنها كثيرا، نظرا لما تمر به بلادنا الآن من الضيق، ضيق العيش ومن عدم توفر السيولة، نسأل الله أن يفرج عنا. فأقول في الجواب: بحمد الله دار الإفتاء أصدرت فتوى بتحريم بيع البطاقة، وهي بطاقة الدولار، ولو بعد شحنها بالدولار، فلا يجوز بيع هذه البطاقة. وإنما يقول: طيب ما الحل؟ نقول لك الحل أنك أنت إما أن تسافر بهذه البطاقة بحيث تسحب ما فيها من الدولار، الدولار بعد ذلك بعه بالعملة الليبية يدا بيد، لا إشكال في هذا الأمر. ولا بأس أيضا أن تؤجر أحدا من الناس ليسحب لك الدولار في هذه البطاقة، وهذا هذه من التعاملات الموجودة الآن، أن مثلا تأتي لتاجر تقول له: يا فلان أنا بيك تسحب لي البطاقة هذه من تركيا أو من تونس أو من كذا، فيقول لك: أنا أخذ عليه كل 100 دولار مثلا، 5 دولار 10 دولار، فهذه إجارة صحيحة لا بأس بها. أما بيع البطاقة قبل أن يسحب ما فيها من الدولار، دار الإفتاء تفتي بالمنع، مستندة إلى أنه يخالف العقد الذي أبرم مع مصرف ليبيا المركزي، وهو المنع من استخدام البطاقة لغير حاملها، علاوة على أن فيها بعض الشبه الأخرى. فدار الإفتاء تفتي بتحريم بيع هذه البطاقة. ليش؟ لأن البطاقة كما أسلفت فيه عقد مع مصرف ليبيا المركزي بمنع استخدامها لغير حاملها، وانت لما بعتها يعني أخللت بهذا العقد، والوفاء بالعقد واجب. فلا يجوز إذن بيع البطاقة إلا بعد أن يسحب ما فيها من الدولار، بعد ذلك يباع الدولار بالعملة الليبية شريطة أن يكون يدا بيد. السؤال الذي يليه السيد عبد الرحمن من مسلاتة يقول: إنسان ترك 3 جمعات، طبعا الجمعة تجب على الذكر المكلف الحر، الشخص هذا الذي ترك 3 جمعات لا شك أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يترك الجمعة. الآن واجب عليه نعم أن يقضي هذه الجمعات، إذا كان ما صلهاش أصلا ولا صلى بدلها ظهرا، فيجب عليه أن يقضي بأن يصلي الآن ظهرا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى بالندم على ما وقع منه وعدم تكرر هذا الأمر في المستقبل. فترك الجمع من أكبر الكبائر. نعم. السيد محمد من ترهونة يقول: ما حكم الدعاء للميت بعد الصلاة عليه؟ هذه طبعا جرت أو تجري في بعض المدن دون بعض في بلادنا. بعض المدن عندنا بعد أن يصلى على الميت
لا يدعون، لا يقفون للدعاء مباشرة، وإنما يدفنون هذا الميت ثم يدعون له. وهذا هو ما ورد في السنة، ما ورد في السنة أن الميت إذا أقبر في قبره يلتف حوله أقاربه ومن حضر الدفن ويدعون له، كما ثبت في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما أوصى بنيه قال: فإذا دفنتموني فابقوا على قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. وثبت عن يعني ابقوا، يقصد أني يعني قال حتى أستأنس بكم وأنظر بما أراجع رسول ربي. قال لهم إذا دفنتموني ابقوا على قبري، نقول إحنا مثلا مقدار ربع ساعة ثلث ساعة يدعون له ويستغفرون ويسألون الله له التثبيت. وثبت هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالأصل أن الدعاء يكون بعد أن يقبر أو أثناء القبر وبعد أن يقبر هذا الإنسان، يعني يدعو الناس له. أما مسألة يعني لو دعوا جماعة، هذه يعني اختلف الناس فيها مسألة الدعاء الجماعي في مثل هذه المواضع، وجرت يعني جرى العمل بها في بلادنا ولا ينكرها المشايخ، مع أن الأصل أن كل أحد يدعو لهذا الميت ويستغفر له. فإذا تقدم أحدهم ودعا وأمن الناس على دعائه فلا بأس في ذلك بإذن الله. أما مسألة أن يدعون أن يدعو الناس له بعد الصلاة مباشرة فهي مواطن دعاء جميعها. الأولى أن يعني أن يستعجلوا بالجنازة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يصلى على الميت، الأولى الاستعجال بدفن هذا الميت، فإن أمكن تأخير الدعاء إلى ما بعد هذا الأمر يكون أفضل بإذن الله. ولا نستطيع ولست في مقام الآن يعني أنني نتكلم في حق هؤلاء المشايخ الذين يدعون بالناس جماعة بعد الصلاة مباشرة، فيفعله كثير من المشايخ في بعض المدن، كما أسلفت، مع أن الوارد في السنة أن بعد الصلاة على الميت الأولى والأفضل الاستعجال بدفنه، ثم يقف الناس حول قبره ويسألون الله تعالى له التثبيت. اللهم ثبت عند السؤال منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به. يدعون له قدر يعني ثلث ساعة نصف ساعة أو في نحو هذا الأمر. الأخت خيرية من طرابلس تقول، قالت: أني أخي خوها أخي عنده بطاقة دولار مشحونة بالدولار، يريد أن يبيعها لابنه، فأقول في الجواب ما قلته في الجواب المتقدم آنفا، أن دار الإفتاء تفتي بتحريم بيع البطاقة المشحونة بالدولار، وإنما يجوز بيع هذا الدولار المشحون فيها بعد أن يسحب منها. ابعثي هذه البطاقة، أو أخوك هذا يبعث البطاقة إلى الخارج يسحب ما فيها من الدولار، ولا بأس أن يبيعها حينئذ بعملة أخرى يدا بيد. فدار الإفتاء تفتي بتحريم بيع البطاقة قبل أن يسحب ما فيها من الدولار. الأخت إيمان من مسلات تقول: ما حكم الشراء من المحلات الغذائية والمنزلية ونحوها ببطاقات السحب الآلي وبالصك المصدق بثمن أكثر من الثمن الفعلي الواقع الآن؟ وهذه المسألة تكلمت عليها أنا في مطلع هذه الحلقة، وقلت لا بأس بأن يشتري الإنسان مثلا يشتري ثلاجة من محل مواد منزلية، يشتري ثلاجة يسأل كم سعر الثلاجة، يقول مثلا بالحاضر بمثلا ب1500، بالبطاقة أو بالشيك ب2000 دينار، هذه لا بأس بها وليست من قبيل الربا. لماذا؟ كما أسلفت، لأن الشيك الآن في بلادنا والبطاقة أصبح من قبيل الآجل. زي ما تجي لي صاحب مثلا محل نفسه تقول له: شرايك أني نشري منك ثلاجة بالتقسيط كل شهر ب100، هل يرضى أن يبيع لك بالسعر الأصلي؟ سيزيد في الثمن. أو تقول له: سأشتري منك هذه الثلاجة وأدفع لك الثمن بعد مثلا بعد عام، فلا يرضى أن يبيعها لك بالسعر الفعلي الواقع الآن. المهم لا بأس بالزيادة نظير البيع بالشيك وبالبطاقة، بشرط
وهي عدم استغلال ظروف الناس. أما لو كان صاحب المحل مثلا بالحاضر بألف ويقول والله بالشيك بثلاثة آلاف أو بكذا، فهذا الإثم عليه وليس الإثم على المشتري. أنا ما جابني للشراء من هذا المحل إلا الضنك وإلا ضعف السيولة وإلا الحاجة للأمور الأساسية. هنا إذا زاد صاحب المحل زيادة فاحشة يكون الإثم على من؟ على صاحب المحل وليس على المشتري. فهذه رسالة أمررها من خلال هذه الحلقة لمن يسمعني من أصحاب المحلات التجارية وغيرهم، أن يتقوا الله عز وجل. نعم، نخرج الآن إلى فاصل ثم نجيب على هذه الأسئلة بعدها بإذن الله تعالى، فانتظرونا. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث. بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. بالعلم أخي فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا إليكم بعد الفاصل وعدنا والعود أحمد. نتكلم على الأسئلة التي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج وعبر اتصالاتكم. معنا الآن مكالمة، ماجدة من طرابلس، تفضلي يا ماجدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مباركة. أجمعين إن شاء الله، تفضلي. ربي يعاونكم إن شاء الله، يعطيك الصحة. أجمعين. لو سمحت عندي سؤال، عندي ولد خالي. نعم. ضربة واحد سيارة. إيه. توفى الولد. تمام. وخالي اعطيت تنازل للشهاده اللي ضرب. تمام. شنو حكم الدين فيها؟ هو نعم يعني ضربه خطا. هو يعني هو تقول خطا بتقول استهتار مرات ممكن. تمام، تسمعين الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. وفيك بارك الله ان شاء الله. السلام عليكم. معنا محمد. تفضل يا محمد. انقطع الاتصال. إذن الأخت إيمان أجبنا على سؤالها وهي حكم الشراء من المحلات بثمن أزيد، لا بأس بذلك ما أسلفت. الأخ جلال يسأل يقول: أخي مريض عقليا، ما حكم إبقائه في المستشفى حتى لا يؤذي الناس؟ أخونا جلال هذا فرج الله عن أخيه، يعني قال عندي أخوي مريض عقليا، العقل غير موجود، قال أني ما حكم أني أبقيه في المستشفى حتى لا يؤذي الناس؟ ربما يعني هو خاف من أن يلومه بعض الناس ويقولون له أنت تركت أخوك في المستشفى وزي ما نقول إحنا سيبته ومشيته. فيا سيد جلال أنت قدر المصلحة، إذا كان إخراج أخيك من المستشفى يترتب عليه إيذاءه للناس، وربما مثلا نزل إلى الطريق وهو فاقد العقل، قد يضربه أحد الناس بسيارة وهو لا يدري، قد يعرض نفسه للخطر، وليس بإمكانكم أنكم أنتم تردوا بالكم منا في البيت، فأبقه في المستشفى. إذا كان في المستشفى كان مأمونا عليه، رأي حتى المستشفى لابد من أنك أنت تتأكد هل أخوك مستأمن في المستشفى. أحيانا بعض ربما، أنا لا أتكلم عن المستشفى بعيني، لكن ربما عومل معاملة سيئة، ربما أهمل في أكله في دوائه، ربما تعرض لأمور حتى لا تجوز، فأنت قدر هذا الأمر. إذا كان بقاء في المستشفى أفضل وكانت تقدم إليه الخدمات في المستشفى ولا يعذب ولا يؤذى، أبقه في المستشفى ما دام البقاء في المستشفى أفضل لي، ولا يعني تستمع لكلام الناس.
أما إذا كان هناك ضرر على إبقائه في المستشفى، ربما ترك لم يعطى الأدوية، ربما ترك جائعا، ربما ترك عريانا وكذا، فأقول لك أخرجه من المستشفى وتناوب عليه أنت وإخوتك وأقاربك، بحيث كل يوم واحد منكم يبقى معه حتى يفرج الله عن أخيك. ولا شك يا أخي جلال إن كنت تسمعني الآن أن لك أجرا عظيما اهتمامك بأخيك هذا. أخوك هذا يعني من أقرب الناس إليك، وقد فقد عقله، هذا العقل الذي هو زينة بني آدم، فهذا قدر الله عز وجل، عامله معاملة حسنة حتى يفرج الله عنه، ولك الأجر العظيم بإذن الله. معنا حسين من بنغازي، تفضل يا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بارك الله فيك، سؤالين لو سمحت. تفضل سيد حسين. أول، شراء الدولار صك مصدق القيمة أعلى مثال اللي ينباع فيه بالسوق. تمام. مثلا لو الدولار بينباع بثمانية ونص. نعم. يبيعوه بالسك بحداش ونص أو 12 دينار. تمام. السؤال الثاني. السؤال الثاني، زكاة مال عروض التجارة. نعم. عندي محل وعندي عندي سعر شراء وعندي سعرين، نبيع سعر جملة وسعر قطاعي. تمام. بالله زكاة المال نخرجها على أي أساس لو سمحت؟ أي الثمن؟ شكرا. تمام، تسمع إن شاء الله. أحمد من غريان، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. مرحبتين يا سيد أحمد، تفضل. سبحان تمام إن شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم بيع بطاقة أرباب الأسر $400 بالصك المصدق؟ حكم بيع البطاقة بالصك المصدق. تمام. السؤال الثاني، بالصك المصدق أو بالصك العادي. السؤال الثاني، ما حكم بيع السلع التموينية أو المواد الغذائية بالصكوك وبزيادة نسبة 30% و40% و50%؟ تمام، الأسئلة متكررة. نعم، تسمع الجواب إن شاء الله سيد أحمد. شكرا. من معنا أجمعين؟ فوزية من طرابلس، تفضل يا فوزية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش عندي سؤالين بسيطات. تفضلي. واحد من الأسئلة، شريك في بحكم في شاب جمع في أوراق باش يجيب لك البطاقة، بطاقة هي المصرفية بتاع $400 وياخذ في عمولة. كيف الشاب هذا كيف يعني هو اللي يقدم لكم في المصرف هو؟ لا هو ياخذ في الأوراق من العيلة ومن حد يعرفه يعني. ايه؟ ويعطيني حد يعني ياخذ لو يقصد مش تقصد ياخذ الأوراق يعني الأرقام الوطنية. ايه، ياخذ لو الرقم وطن حاجات اللي تتعلق بالبطاقه نفسها. باي تمام. ايه ده، وياخذ هو عموله بسيطه شبه هو. طيب، هل يشتري منكم الارقام الوطنيه ولا يتم لكم الاجراءات في المصرف بس؟ لا يشتريش. لا ايوه، هذه حاجه. تمام. هذا سؤال. السؤال الثاني، البضاعه المدعومه اللي في المحلات. نعم. لما تجي مثلا تشتري مكرونه ولا تشتري رز ولا حاجه، يحطوا لك معها حاجه ثانيه راقده عندهم في المحل يمشوها يعني. نبي الحاجه اللي بيبيعوها ابتداء، هذه هي مدعومه ولا مش مدعومه؟ لا، حاجتهم هم اللي في المحل اللي ما تبيش تمشي. تمام. يمشوها لك مع البضاعة المدعومة. تمام. يا تاخذها غصب عنك يا سيدي. تماما، هذا سؤالي. يعني البضاعة هذه مثلا نقول احنا كيس يتكون من حاجتين، واحدة مدعومة واحدة مش مدعومة. اللي مش مدعومة يمشوها لك هم بالصرف عليك. تمام، حتى تشتري المدعوم. حتى تشتري المدعوم. تمام، تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا. ماشي. أحمد من تاجوراء، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة سؤال في الجمعيات التعاونية هذه. نعم. طبعا احنا من فترة بادين فيها من 2012 من 11 تقريبا. نعم. طبعا السيارات وقفت يعني. وطبعا تقريبا حوالي 15-16 ألف يعني. الواخدين من جمعيات الجمعيات ما خلصوش الفوق. هذه كيف يعني حلها؟ يا أحمد أنا ما سمعتكش جيدا، معلش. 16 ألف هذه أموال الناس يعني؟ لا، احنا دارين مشتركين مجموعة دارين جمعيات التعاونية هذه. تمام. باه، كل واحد طبعا كل شهر ياخذ شخص. تمام. إذا أنت تقصد جمعيات اللي هي جمعيات الفلوس هذه. أيوة، أنكم تلموا كل شهر ياخذن واحد. أيوة، تو قريب حوالي 5-6 سنين. تمام. ما هذه كيف يعني حلنا يعني؟ هل توضعوني واخذين اللي لمين فلوس ما تدوش يخلص ولا كيف الحل يعني؟ الآن أنتم ماشي أموركم فيها، كل شهر ياخذ فيها واحد. لكن موقفين تولينا ما فيش في السيولة ما هناش. وفي ناس مخدوش قاعدين ما وصلش فيهم الدور. اي وصلش فيهم، ده تولي 50-60 وقفة. تمام، تسمع الجواب إن شاء الله. ايوه، شكرا. أجمعين إن شاء الله. محمد من طرابلس. نعم، حتى نجيب على الأسئلة إن شاء الله. إذا نجيب على هذه الأسئلة.
وصلنا طبعا جلالة تكلمنا عليه مسألته. السيد حكيم يقول خطيب الجمعة يجب أن يحيي قلوب الناس وكذا، يبدو أنه يشتكي من بعض الخطباء، يقول يعني خطبتهم فيها شيء من لا أدري يعني. نعم هذه دور خطيب الجمعة، خطيب الجمعة الأصل شرعت الجمعة في الإسلام حتى تذكر الناس بدينهم وحتى تربطهم ببعضهم، فعلى خطيب الجمعة أن يتناول من الموضوعات ما يصلح أحوال الناس في معادهم ومعاشهم في أخراهم ودنياهم. هذه المسألة معروفة يا سيد حكيم، إذا كان الخطيب هذا لم يلتزم بهذا الأمر لا عليك أنك أنت يعني تذهب إلى مسجد آخر. الأخت ماجدة من طرابلس تقول قال ابن خالي يعني ضربه أحد الناس بسيارة، نعم فمات خطأ، قالت أبوه تنازل، ما تنازل، ما حكم التنازل؟ نعم يعني لا بأس بذلك إذا كان طبعا القتل خطأ، قتلا إذا القتل هنا كما فهمت مني القتل خطأ، الأب هذا هو ولي هذا الشخص هو الذي يقدر المصلحة، طبعا القتل خطأ ما فيش قصاص، ما فيش قتل من صاحب السيارة، وإنما عليه الدية. فإذا كان رأى خالك من المصلحة إسقاط الدية لا بأس بذلك، فهذا الحق له نعم ولا شيء فيه. إذا كان كما أسلفت أو ذكرت أنت أن الشخص هذا ربما كان متهورا وكذا، فهنا يقع الإثم على من؟ على صاحب السيارة. لكن وهذه طبعا إحنا رسالة نحاول ننبه إليها، وهي أن الناس لا يستعجلون بالتنازل في القتل في مثل حوادث السيارات إلا بعد التأكد من أنه كان قتلا خطأ وأن السائق لم يفرط، لأنه للأسف بعض الناس ربما قاد السيارة وهو سكران، وثم يأتي الناس كما هو عوائدنا الآن، يجوا وفد من أهل الضارب قاتل اللي هو صاحب السيارة، يعزوا المرة لولا الثانية يحصلوا التنازل. فالتنازل لا شك من عفا واصلح فاجر على الله، لكن بشرط أن يكون لقود السيارة، ما يكونش متهور، ما يكونش إنسان مثلا ماشي في الطريق المعاكس أو إنسان سكران أو كذا، فأنا ربما ساعدته بمثل هذا التنازل. على كل حال لست أحرص من خالك في هذا الأمر، فخالك هو ولي ابنه الذي توفي وهو الذي قدر المصلحة. السيد حسين من بنغازي بارك الله فيه يقول السؤال الأول ما حكم شراء الدولار بالشيك بأزيد ثمنا؟ وهذه المسألة أنا أجبت عنها، لكن أعيد يعني شراء الدولار بالشيك الأصل فيه أن المجامع الفقهية أفتت بجوازه. لماذا؟ قالت لأن استلام الشيك أو تسلم الشيك هو قبض حكمي، لكن الإشكال في بلادنا الآن الشيك يعني يكاد يكون من قبيل الآجل باعتبار ما في السيولة. على كل حال بعض أهل العلم في بلادنا ومن مشايخ دار الإفتاء يفتون بجواز شراء الدولار بالشيك بالشرط العام الأصلي في هذا الأمر، وهو أن يكون يدا بيد، وهذه نقطة للأسف بعض الناس لا ينتبه إليها، يدا بيد تسلم الدولار إن كنت أنت البائع وفي نفس اللحظة تستلم الشيك، إذا كنت أنت المشتري لا تتسلم الدولار حتى تسلمه الشيك. أما ما يفعل بعض الناس يجي يمشي ياخذ الشيك المصدق وعفوا مش الشيك المصدق يعني يستلم الدولار ويقول له إن شاء الله بكرة نجيبك الشيك المصدق أو راجيني نمشي المصرف ونجي، فالتأخير هذا لا يجوز. الصرف وهو بيع زي كما هنا عملة بعملة لابد أن يكون يدا بيد، هذا أفتى به بعض أهل العلم، وبعض مشايخنا توقف في مسألة حكم شراء وبيع الدولار بالشيك. لماذا؟ لأن الشيك الآن في بلادنا يراه ليس قبضا لعدم توفر السيولة، والله أعلم. السؤال الثاني للسيد حسين يقول زكاة مال عروض التجارة، يسأل قال أني صاحب محل وبنقوم الآن بضاعتي بعد أن حال علي الحول، والبضاعة اللي عنده طبعا تصل النصاب، احنا عندنا حاجتين لابد أن يصل النصاب وأن يحول علي الحول. قال لي المثل، لنفترض احنا نسوق مثالا حتى يتضح لي المشاهدين والمستمعين، صاحب محل مواد غذائية الآن رأس حوله حول الزكاة، يريد أن يقدر يقوم البضاعة، هل يقومها بسعر الشراء أو يقومها بسعر البيع؟ نقول لا يقومها، لا يقومها بسعر الشراء، وإنما يا سيد حسين تقومها بسعر البيع بالجملة لو بعت الآن. يعني اليوم مثلا لو أنك أنت طلعت من محلك بتبيعها بالكامل كم يعطوك فيه؟ مثلا قالوا والله نشروا منك هذه بكذا وهذا كذا كله على بعضه نشروا بخمسة وثلاثين ألف، فهنا نقول لك هذا الثمن الذي ستزكيه. تقوم السلع
بثمنها يوم أن وجبت فيها الزكاة لو بيعت جملة بسعرها اليوم بالجملة، لأن هو هذا هو السعر الحقيقي الذي بإمكانك أن تبيع به، لا تقومه بالشراء لأنك ربما شاري أنت بعشرة وحق الآن دينار فهذا ظلم ليك، لا تقومها مثلا نعم أو ربما اشتريت بدينار والآن تساوي عشرة فكيف تقومها بدينار أنت تظلم الفقير، تقومها بالسعر اللي هو يوم وجبت الزكاة، مثلا بكرة تجب عليك الزكاة السبت، تعال بكرة كم تساوي البضاعة اللي بتقومها لو بعتها الآن بسعر الجملة. أرجو أن يكون الأمر واضحا. طبعا زكاة عروض التجارة فيها شيء من التفاصيل، إن كان لديك إشكال اتصل بالرقم المجاني 1413 حتى يجيبك مشايخ دار الإفتاء بتفصيل في هذا الأمر. السيد أحمد من غريان يقول: ما حكم بيع البطاقة بالصك المصدق؟ ويقصد بالبطاقة قال بطاقة اللي هي أرباب الأسر $400، وهذه ذكرتنا في مطلع الحلقة وأعيدها الآن، دار الإفتاء تفتي بتحريم بيع البطاقة اللي هي بطاقة $400 قبل أن يسحب ما فيها من الدولار، سواء بيعت بالحاضر بالنقد أو بيعت بصك مصدق أو بصك عادي، دار الإفتاء أكررها تفتي بتحريم بيع البطاقة المصرفية الخاصة بأرباب الأسر اللي هي $400، تفتي بتحريم بيعها وهي مشحونة بالدولار. طيب متى تجيز بيعها؟ بعد أن يسحب ما فيها من الدولار ثم يباع بأي عملة أخرى يدا بيد. نعم. السيد أحمد أيضا وفقه الله في سؤاله الثاني يقول: حكم بيع السلع التموينية بالصكوك، وهذه أيضا تكلمت عنها، لا بأس بها، بيع السلع التموينية بالصكوك هذه جائزة، لأن فرق بين مسألة الأولى البطاقة بصك، هذه كمسألة أخرى. نعم الآن حكم بيع السلع التموينية بالصكوك هذه جائزة لا إشكال فيها، أنت بتمشي المحل مواد غذائية ما عندك السيولة، تقول له فلان أنا مشري منك بالشيك، يقول لك آه بالشيك راجي، أراه حاجة الدينار بنبيعها بدينار وربع مثلا، هذه لا بأس بها. لماذا؟ لأن للأجل حصة من الثمن، كأنك قلت له بنخلصك بعد عام أو بعد شهر أو كذا، لأنه ليس بإمكان هذا التاجر أن يذهب بهذا الصك إلى المصرف وأن يسحبه فورا لقلة السيولة، لا بأس بها. شريطة ألا تكون الزيادة من أصحاب المحلات فاحشة، وإلا كان الإثم على أصحاب المحلات ولا إثم عليك أنت أيها المشتري، فاشتري بالصك سواء بالشيك المصدق أو العادي أو شريت بالبطاقة السحب الآلي بأزيد ثمنا لا بأس بذلك بإذن الله. الأخت فوزية تقول في سؤالها الأول: ما حكم شاب قالت يتم إجراءات الدولار ياخذ منه في الأوراق وبعدين يتم الإجراءات؟ أنا سألتها هل يشتري منكم الأرقام الوطنية؟ قالت لا. إذا كان يا أخت فوزية هذا الشاب يأخذ منكم الأوراق ويذهب هو إلى المصرف ويقف في الطابور ويتم الإجراءات ويستكملها، فهذا لا بأس أن تدفع له أجرة مقابل عمله. الأجرة هنا واضحة، مقابل ماذا؟ مقابل جهد ومشقة ومشي للمصرف ومشي للقرطصيات وإتمام إجراءات وكذا، فهذا لا بأس أن تعطونه أجرا تتفقون عليه معه ابتداء، تقولوا له يا فلان كملنا أنت الإجراءات، مثلاً إحنا أنا مرأة ما نبيش نمشي، كمل لي الإجراءات ونعطيك $50 ما فيش باس. أما أن هو مثلاً يبيع لكم الرقم الوطني أو عفواً يشتري منكم الرقم الوطني هذا لا يجوز. أن مثلاً يسلفكم هو يقول آه وأنا بنتم لكم الإجراءات وأنا بنعطي الفلوس مني ولما يطلع الدولار نص بنص أو نقسموه بيناتنا هذا أيضاً لا يجوز. طيب ما الذي يجوز يا أخت فوزية؟ تسأل ما الذي يجوز بوضوح؟ نقول الجائز هو أن يتم الإجراءات ولا دخل له في شيء، لا يدفع مال ولا كذا، ثم يشترط أجرة معينة فهذا لا بأس بها. السؤال الثاني الأخت فوزية وهذا سؤال مهم حقيقة، تقول بعض المحلات تبيع السلع المدعومة، مثلا يأتون ب مثلا يعني زيت مدعوم أو التن المدعوم أو أي سلعة أخرى من الأشياء المدعومة، يجعلونها في ماذا؟ يجعلونها مع سلع أخرى غير مدعومة، ثم يجبرون الناس على شراء غير المدعوم إذا أردت أن تشتري المدعوم، وهذا لا شك لا يجوز والله أعلم، هذا ما أعرفه، لا يجوز هذا الأمر. لماذا؟ لأن فيه أكل أموال الناس بالباطل. لو كانت سلعة غير مدعومة مثلا قال لك أنا تبي تشري المكرونة
لابد تاخذ معها كذا وهي غير مدعومه، هنا حر في ماله ما فيش اشكال، ما عجبكش برا اشري محل اخر. اما ان تجعل غير المدعوم شرطا لشراء المدعوم فهذا لا يجوز لك. الدوله مثلا اعطتك حليب مدعوم، قالت لك بيع الحليب هذا باثنين دينار، قلت انت فرصه نحطه مع الحليب المدعوم مثلا، الحاجات اللي ما يبغوهاش الناس، وللاسف احيانا تكون اشياء كماليات، انت مش تشتري مني مدعوم حليب مدعوم، لابد ان تشتري والله صابون، لابد ان تشتري مواد تنظيف، هذا لا يجوز لاصحاب المحلات. انتم حينما يعني اخذتم هذا المدعوم هذه امانه سيحاسبكم الله عنها، فاذا اشترطتم ان مش تبيعوا المدعوم لابد تحطوا معاه غير مدعوم، هذا لا يجوز، ومن اكل اموال الناس بالباطل، وهذا دور الحرس البلدي ان كان هناك حرس بلدي هذا دوره، والا يعني المفروض يشتكى على هذا الشخص الذي يفعل هذا الامر وينبه على انه امر محرم. انا نعم معنا مكالمه، محمد من طرابلس. نعم سيد محمد. فضلت الشيخ نبي نسالك، واحد ما يصليش باه عندما يموت هل تجوز صلاة الجنازة وراها أم لا تجوز؟ الشخص هذا الذي لا يصلي هو منكر للصلاة ولا مقر بها وتركها كسلا؟ لا مقر بها وتركها كسلا يا شيخ. تمام، مقر بها، ما حكم صلاة الجنازة عليه؟ تسمع الجواب إن شاء الله. نعم إن شاء الله بارك الله. تمام، إذن هذه نقطة أنا يعني أنبه عليها في هذه الحلقة، لا يجوز لأصحاب المحلات اللي عندهم بضاعة مدعومة أنهم يشترطوا على الناس مش تشري مني الحليب المدعوم لابد تشري مني حاجة غير مدعومة، هذا لا يجوز، لأن المدعوم لي حالة خاصة، وهي أن الدولة أراه هذي ما اللي تشوفوا فيهم اللي يجيبوا في المدعوم أراه موقعين عليه عقود وموقعين عليه شروط وكذا أن ما يزيدوش على الناس وأن يبيعوا بسعر كذا، هذا لا يجوز. أما لو كانوا كله غير مدعوم، كل غير مدعوم وشاريه بالسوق من السوق السوداء فهذا له ذلك ولا إشكال فيه. السيد أحمد من تجوراء يقول مسألة اللي هي احنا نسموها فيها الجمعيات، اللي هو بعض الناس مثلا خمسة أشخاص يقولوا احنا بنلموا في جمعية كل واحد يدفع كل شهر 100، كل واحد 100 وفي كل شهر نعطوه لواحد. هذه طبعا جوزها بعض أهل العلم المعاصرين، وعلى مذهب المالكية لا تجوز، على مذهب المالكية لا تجوز، وجوزها بعض أهل العلم حتى لا ينصرف الشباب إلى يعني للقروض الربوية وإلى المعاملات المحرمة. فإن كنت لست في ضرورة لهذا الأمر أنصحك بتركها، وإن كان ما عندكش مناص إلا عن طريق هذا الأمر فأقول لك بعض المشايخ جوزها. هو السيد محمد يقول أو أحمد عفوا يقول بعض الناس قاعد ما وصلش فيهم الدور، إحنا خمسة أشخاص خلصنا اثنين ومعاش عنا سيولة، نقول هذا دين عليكم، دين عليكم لي مثلا انتم خلصتوا اثنين وفضلوا ثلاثة، هذا دين عليكم للثلاثة، كل واحد من هؤلاء الثلاثة يريد انت منك 100 والشخص الثاني يبي منك 100 والشخص الثالث يبي منك 100، فسدد له المال على الوضع الذي كان، مش المية هذاك الوقت نقول الآن رد لك 150 هذا ربا، كأن سلف واجب عليك الآن يجب عليك سداده. السيد محمد من طرابلس وهذا آخر اتصال ورد إلينا يقول شخص لا يصلي مقر بالصلاة تركها إهمالا كسلا، قل ما شئت في هذا الأمر، ليس منكرا لا ما حكم صلاة الجنازة عليه. أولا نقول تركه للصلاة كسلا وإهمالا مع إقراره بفرضية الصلاة لا يخرجه عن ملة الإسلام. نعم تارك الصلاة مع الإقرار بفرضيتها هو فاسق، هو مرتكب لكبيرة، قل ما شئت فيه ولا تقل إنه كافر، وإنما الكافر في مذهبنا في مسألة تارك الصلاة هو من يتركها جحودا ونكرانا، يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة هذه أنت اخترعته، هذا كفر والعياذ بالله. صلاة الجنازة عليه طبعا هو فاسق من فساق المسلمين يصلى عليه، ولكن ينبغي والأولى لأهل الفضل وأهل الصلاح كإمام القرية وأصحاب الوجهات في وأهل الفضل في القرية وكذا، نعم ينبغي ألا يصلوا عليه زجرا لغيره، زجرا لغيره، لكن يجب أن يصلي عليه من المسلمين، لأن الصلاة على صلاة الجنازة هذه فرض كفاية. السؤال الأخير يعني كاد البرنامج أن ينتهي، ويقول عن طريق صفحة البرنامج
هل تخرج زكاة المال في الوضع الحالي؟ وهذا سؤال مهم. قال الآن ليس بالإمكان سحب المبلغ النقدي من المصرف. بعض الناس يقول الآن أنا وجبت علي الزكاة ولكن راني ما عندي السيولة. نقول لك عدم وجود السيولة لا يسقط عنك الزكاة، يجب عليك أن تخرج الزكاة في وقتها ولو بأن تبيع شيء. بعض الناس يقول ما عندي السيولة لكن عنده أغنام وأحيانا عنده سيارات وعنده بضاعة، يجب أن تبيع شيئا ما يعني يساوي مقدار الثمن اللي بتدفع في الزكاة، أو أنك تمشي إلى مكاتب صندوق الزكاة في المدن فهي تأخذ ماذا؟ تأخذ الشيك برا لصندوق الزكاة. كم عليك أنت؟ 1000 دينار، دير لهم بين شيك. مكاتب صندوق الزكاة تأخذ الشيك، لكن هذا راو في حق من؟ في حق من لا يجد ما يسدد به ثمن الزكاة. أما واحد ما عنده سيولة لكن والله عنده مجموعة سيارات، عنده أغنام، عنده قطع غيار، عنده بضائع، فنقول لا بيع البضاعة. كم عليك زكاة؟ قال 1000 دينار. نقول له بيع 1000 دينار وانت عندك 5 بقرات، بيع بقرة وسدد الزكاة. على كل حال لا يجوز تأخير الزكاة على موعدها. كانوا عندك سيولة واجب عليك تدفع سيولة، ما عندكش ولكن عندك أشياء تبيعها يجب عليك أنك تبيعها وتوفي الزكاة منها، ما عندك شيء، ما عندكش من الزكاة إلا أموالك اللي في المصرف وهي لا يمكنك سحبها، هنا نقول لا بأس بإخراجها بالصك برا لصندوق الزكاة في المكت في في المك في المدينة اللي انت فيها. الحمد لله مكاتب صندوق الزكاة في كل مدينة، اسأل عليه رقم حسابهم، ودع في حسابهم ما وجب عليك من الزكاة ولا يجوز لك بحال تأخير الزكاة عن وقتها. انتهى إذن وقت البرنامج، أجبنا على الأسئلة التي وردت عن طريق الهاتف وبقيت بعض الأسئلة لعل تستكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. في ختام هذا البرنامج أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وحفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم أخيف هو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخيف هو درب به نور.